أعلنت الهيئة البحرية البريطانية عن أن سفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم من قبل ثلاثة زوارق صغيرة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية. ولفتت الهيئة إلى أن زورقا صغيرا مسيرا اصطدم بالسفينة مرتين وأطلق زورقان صغيران مأهولان النار على السفينة، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن سلامة السفينة وطاقمها. للمزيد ينضم إلينا من عدن مراسلنا ياسين الرضوان. نطلع منك ياسين على تفاصيل المعلومات التي وردت قبل بعض الوقت فيما يتعلق بهذا الحدث. نعم كارولينا، إذن هجوم جديد أعلنت عنه هيئة التجارة البريطانية أو هيئة عمليات التجارة البريطانية على بعد 70 ميلا جنوب غربي محافظة الحديدة. الهجوم حسب الهيئة تحدثت عن ثلاثة زوارق، اثنين منهما مأهولين أطلقا النار باتجاه هذه السفينة، وزورق ثالث اصطدم بالسفينة حسب ربان هذه السفينة مرتين. وقالت أيضا هيئة عمليات التجارية أن السفينة أحبطت هذا الهجوم بعد تفعيلها الحماية الخاصة بالسفينة. وأيضا أعلنت هيئة عمليات التجارة البريطانية أن هذا الهجوم الذي وقع في محافظة الحديدة يأتي بعد أن أعلن ربان السفينة أن طاقم السفينة بخير، وأن السفينة أيضا بخير وتواصل رحلتها إلى ميناء التواصل التالي. وأيضا يتزامن أيضا مع إعلان الحوثيين عمليتين عسكريتين قالوا أنهم استهدفوا سفينة إسرائيلية في خليج عدن بطائرات مسيرة وكذلك بصواريخ باليستية مضادة للسفن، كما أعلنوا أيضا عن شنهم هجمات بالطائرات المسيرة على أهداف عسكرية حسب ما أشادوا وأفادوا ببيانهم العسكري الذي أصدروه في وقت متأخر من مساء يوم أمس. وقالوا أنهم استهدفوا هذه الأهداف في منطقة إيلات جنوبي فلسطين المحتلة، وقالوا أن الأهداف حققت أو العملية حققت أهدافها بنجاح. ويأتي أيضا هذا التطور مع إعلان هيئة أو القوات الأمريكية المركزية عن شنها العديد من الغارات ودمرت ثلاثة زوارق، اثنين أو زورقا واحد وثلاث مسيرات، مسيرتين في البحر الأحمر ومسيرة أيضا في مناطق سيطرة الحوثيين الخاضعة لسيطرة هذه الجماعة. بينما أيضا أعلنت جماعة الحوثيين عن شن القوات الأمريكية البريطانية غارتين على مطار الحديدة وغارة على مديرية اللوحية، وسبقت هذه الغارات غارة أخرى على محافظة حجة المحاذية لمحافظة الحديدة. كارولينا، شكرا جزيلا لك من عدن ياسين الرضوان.